مرحبا بكم مشاهدينا. قديما قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره. أما في سوريا اليوم فمن لا يموت بالبراميل والرصاص قد يلقى حتفه بردا أو جوعا أو حتى مرضا. مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق شاهد على الحالة المأساوية التي وصلت إليها سوريا، إذ حذر مركز الشتات الفلسطيني من كارثة إنسانية جديدة على وشك الوقوع. حياة 3000 طفل مهددة بالموت جوعا أو مرضا في ظل الحصار المفروض منذ عامين على مخيم اليرموك من قبل قوات الرئيس بشار الأسد والقوات الموالية له. نشاهد التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش. في الحصار ما في شيء من ناكل، ما في شيء من ناكل، ابني مات من الجوع. أكثر من 170 مدنيا ماتوا جوعا نتيجة الحصار المفروض على مخيم اليرموك، ونحو 95 مثلهم في حي الحجر الأسود المجاور، وكلاهما في جنوب دمشق. ليس هذا فقط، فبالإضافة إلى الحصار المستمر منذ أكثر من 600 يوم قضاها المحاصرون دون كهرباء، حرموا أيضا من الماء منذ أكثر من 179 يوما. أوبئة وأمراض ظن العالم أنها انتهت عادت لتظهر من جديد. أكثر من 1000 حالة إصابة باليرقان في بلدات الجنوب الدمشقي، بينها 300 في مخيم اليرموك وحده، ناهيك عن القصف والاشتباكات المتقطعة التي يشهدها المخيم منذ منتصف تموز يوليو عام 2013. المين قصفت المدنية بمخيم اليرموك، وين بدنا نروح؟ افتحوا لنا مجال يا اخي، طلعونا من هالبلاد يا اخي، ما بدنا نقعد ببلادكم، ما بدكم يا اخي، افتحوا لنا الطريق على جهنم. مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وكذلك بلدات في الجنوب الدمشقي تئن تحت الحصار الذي أجبر سكانها على طبخ الحشائش لسد رمق نحو 20,000، بينهم أكثر من 3,000 طفل في مخيم اليرموك وحده. أكل. ليش؟ ما عندنا شيء بالبيت. أطفال ونساء وعجائز محاصرون في منطقة تواطأ عليها الجوع والرصاص، في حين يقف العالم عاجزا عن فعل شيء لأزمة تدخل عامها الخامس ولا يلوح أمامها حل في الأفق. أرحب الآن بنشط الإعلامي من مخيم اليرموك السيد رامي السيد. مرحبا بك سيد رامي. أهلا بك سيد رامي. يعني أريد أن أسألك، يعني ليس على الأقل بشكل شخصي لك، يعني المقربين منك، متى كانت آخر وجبة وماذا كانت؟ للأسف الشديد أغلب المدنيين المتواجدين في جنوب دمشق ومخيم اليرموك وأنا منهم، يعني منذ ليلة البارحة إلى الآن لم نتناول أي وجبة. الناس تعودوا هنا على وجبة واحدة كل يوم أو يومين، منذ مدة طويلة لم يعتد الناس هنا أن يروا في منازلهم وجبة أو وجبتين أو ثلاث وجبات. كثير من العائلات لا تجد قوت يومها، يعني حصار أبكى الجميع، رجال ونساء وأطفال يتضورون حتى الموت جوعا داخل المخيم وداخل بلدات الجنوب الدمشقي. لدينا عامين ويزيد من الحصار، يعني منذ منتصف الشهر السابع من العام 2013 إلى اليوم ما تزال قوات النظام تحاصر بلدات الجنوب الدمشقي ومن بينها مخيم اليرموك. 250 حالة وفاة بسبب الجوع في القرن 21. هذه المأساة مستمرة، غياب انعدام الغذاء وغياب الرعاية الصحية ومستلزمات البقاء على قيد الحياة داخل المخيم والمناطق هي السمة الأبرز والظاهرة. المأساة الإنسانية تستمر يوما بعد يوم. نعم. كثير من العائلات لا تجد قوت يومها. نعم رامي، يعني أنت أخرجت الصور الأخيرة للعالم عن الوضع الإنساني الذي يعيشه أهالي مخيم اليرموك. نشاهد بالصور وهم يقطاتون يعني من الحصى حتى وكأنه يعني من على الطرقات. ماذا عن الوضع الصحي رامي؟ ذكرت بأنه الجوع ولكن هنالك أمراض منتشرة، ما هي أبرز هذه الأمراض؟ ما عدد من قتلوا في الأيام الأخيرة أو في الشهرين الأخيرين عندما تجدد الحصار على مخيم اليرموك؟ نعم، يعني الأمراض المنتشرة لدينا كثير من الأوبئة التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم في بلدات الجنوب الدمشقي ومنها مخيم اليرموك. لدينا التهاب الكبد الوبائي الفئة A، أكثر من 1000 حالة داخل المناطق الجنوبية، 300 حالة فقط داخل مخيم اليرموك. انتشار أيضا للحمى
التيفية داخل هذه المناطق. السبب الرئيسي في انتشار هذه الأمراض والأوبئة إضافة إلى قطع المواد الغذائية والتموينية عن هذه المناطق، قامت قوات النظام بقطع المياه الصالحة للشرب. لدينا أكثر من 6 أشهر المدنيين يقبعون دون مياه صالحة للشرب. قامت قوات النظام بإغلاق كل منافذ المياه إلى المناطق الجنوبية. بات الأهالي يعتمدون على مياه الآبار الغير صالحة للشرب، وهنالك كثير من الأهالي باتوا يقتصدون في مسألة النظافة الشخصية بسبب عدم توفر المياه. اعتماد المزارعين على السقاية بمياه الصرف الصحي أدت يعني إلى تفاقم هذه المعاناة، خصوصا أن أهالي المناطق المحاصرة وأهالي اليرموك باتوا يقتاتون على الحشائش، وهي الغذاء الوحيد المتوفر داخل هذه المناطق، وهذه الأراضي القليلة أيضا تسقى بمياه الصرف الصحي. لذلك يعني باتت الحالات تنتشر بازدياد. إضافة إلى ذلك المشافي تعاني أيضا من نفاد أغلب المواد الطبية. في كثير من الأحيان يتم استخدام بعض الأدوية التي انتهت صلاحيتها بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام. الحصار أيضا يشارك فيه إلى جانب قوات النظام ميليشيا من لبنان، ومن أيضا ميليشيا فلسطينية كالقيادة العامة وفتح الانتفاضة وغيرها يحاصرون. كل هؤلاء يحاصرون مخيم اليرموك وجنوب دمشق. رامي باختصار، يعني ما هي الرسالة التي تواجهونها لمن يسمعكم باختصار شديد من فضلك؟ يعني نتوجه بالنداء لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية أن تسعى بالتحرك العاجل والفوري لإنهاء الحصار المفروض على المدنيين المحاصرين منذ عامين. لدينا فقط منذ بداية العام إلى الوقت الحالي أكثر من 20 حالة وفاة بسبب الجوع والحصار، 5 منها في الحجر الأسود، 17 منها في مخيم اليرموك. يعني الكارثة تدق أبواب كل المدنيين والمحاصرين داخل الجنوب الدمشقي. لا نريد أن تتكرر مشاهد الوفاة يوميا بسبب الجوع أمام العالم أجمع. نريد تحرك عاجل وفوري وسريع لإنهاء الحصار. نحن رسالتنا طيب. هنا للضغط على نظام الأسد للسماح بإدخال رامي المساعدات. نتمنى الإنسانية. أن يصل صوتك يعني وأن تسلموا من هذه المحنة المستمرة منذ فترة طويلة. سنعود ونشاهد الصور، صور الجوع في مخيم اليرموك التي كان لك أنت الفضل في إخراجها للعالم. شكرا لك رامي السيد الناشط الإعلامي، كنت معنا من مخيم اليرموك. صور صعبة، صور يعني تدمي القلب، أطفال يأكلون الحشائش ويأكلون بنهم لأنهم لم يحصلوا على قوت يومهم منذ أيام طويلة. نشاهد هذه الصور معا. شو بدك؟ أكل. ليش؟ ما عندنا شيء بالبيت. وين؟ أبو محمد. يلا. يلا خالص خالص. يلا خالص عمو. خالص عمو خالص يلا. نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد طارق حمود، عضو مجموعة عمل فلسطيني سوريا، وارحب ايضا بضيفنا عبر الهاتف من دمشق السيد عبد الغني هلول، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ابدا معك سيد طارق، يعني من المفترض ان هناك مساعدات تحاول الكثير من المنظمات ادخالها الى داخل المخيم، ماذا يدخل فعلا إلى داخل المخيم لإسعاف هؤلاء؟ كل ما دخل من المساعدات سواء قبل أشهر أو المساعدات الأخيرة التي دخلت قبل حوالي أسبوعين من خلال قناة
قافلة المرحمة لا تغطي أكثر من 5 إلى 6% من الاحتياجات الحقيقة لمخيم اليرموك. هذه المساعدات حتى الآن تصطدم بعوائق كبيرة جدا، وهناك كثير من الجهات التي يعني أبدت استعدادها لإدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك، لكن لا تزال العوائق الأمنية والسياسية وغير ذلك تواجه هذه المؤسسات بالمنع من دخول المخيم، وهذا ما يدفع ثمنه المدنيون داخل مخيم اليرموك. تتحدث عن عوائق أمنية وسياسية، أعود إلى السيد عبد الغني. سيد عبد الغني، أكثر من مبادرة من أجل فك حصار اليرموك، أكثر من محادثات جرت وبالفعل يعني تحسنت الأوضاع لفترة زمنية محددة لتعود مرة جديدة وتصبح أسوأ مما كانت عليه. كم عدد الأهالي الذين لا يزالون داخل مخيم اليرموك بداية؟ وثانيا يعني لماذا فشلت كل هذه المبادرات؟ ما هي الأسباب وراء الفشل؟ مرحبا لكم ولكل الأخوة المشاهدين. الأزمة في مخيم اليرموك ما تزال مستدامة. عدد الفلسطينيين الموجودين داخل مخيم اليرموك يعني يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألفا من الفلسطينيين الذين آثروا أن يبقوا في منازلهم، آثروا أن يبقوا داخل مخيم اليرموك. لهم كل الفضل في الحفاظ على مخيم اليرموك مخيما للفلسطينيين، عنوانا لقضية اللاجئين، عنوانا للتمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات في فلسطين. طيب سيد عبد الغني، يعني سألتك عن العوامل والأسباب وراء فشل المبادرات السابقة من حل قضية مخيم اليرموك. أولا، مخيم اليرموك يخضع لاحتلال من قبل المجموعات المسلحة، يعني هذا هو العامل الأساس في أزمة مخيم اليرموك. الذين احتلوا مخيم اليرموك لم يراعوا الخصوصية الفلسطينية لمخيم اليرموك. مخيم اليرموك ليس مجرد جغرافيا، نظر إليه بأنه مجرد جغرافيا. مخيم اليرموك ليس مجرد جغرافيا، مخيم اليرموك هو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين ليس فقط في سوريا بل في كل المنطقة العربية، المخيمات هي عنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، رمز من رموز وجود قضية سيد عبد الغني. يعني نقدر مشاعرك، ولكن لضيق الوقت من فضلك يعني أريد أن أفهم بصراحة الأسباب التي أدت تعطيل أي مبادرة. ذكرت بأنه في مجموعات مسلحة تسيطر على جزء من المخيم، ولكن الحاجز الموجود على باب المخيم أليس هو من يمنع دخول المساعدات الإنسانية؟ يعني كلما جرت محاولة لإدخال مواد غذائية لمخيم اليرموك من قبل الأنروا أو من قبل غيرها من الأطراف التي تسعى لتقديم المعونة الغذائية لأهلنا في مخيم اليرموك تحصل اشتباكات ورمايات، وبالتالي تمنع من توزيع هذه المواد. في ناس حابين يظلوا ماسكين مخيم اليرموك يعني جزء من المقصود فصائل فلسطينية أو غير فلسطينية. أستاذ عبد الغني، لا مش فصائل فلسطينية، يعني طرح الموضوع من زاوية واحدة طرح خاطئ. طيب نحن عم نجرب ناخذ كل الزوايا سيد عبد الغني. على كل الأحوال سأعود إليك، ولكن أريد أن أسمع من ضيفي هنا السيد طارق حمود. سيد طارق، إلى أين وصل عدد الوفيات منذ بدء الأزمة داخل مخيم يرموك؟ مخيم اليرموك وحده فيه أكثر من 1000 شهيد من مجموع 2680 شهيدا فلسطينيا في كل أنحاء سوريا. فقط مخيم اليرموك في تقريبا أقل من النصف بقليل، 172 شهيدا جراء الجوع والبرد حتى الآن في مخيم اليرموك، وهذه إحصائية، هذا رقم وحيد لم يتكرر منذ النكبة حتى الآن، حتى كل أرقام النكبة لم تأتي بمثل هذه الفاجعة وهذه الجريمة. الشهداء على مستوى سوريا بشكل عام ربما نستطيع أن نضعهم في كفة، ولكن الحالة في مخيم اليرموك قد تكون في كفة، لأنه الناس داخل مخيم اليرموك قضوا جراء الجوع، جراء البرد، جراء الحصار، أيضا جراء الاشتباكات والقنص المستمر الذي يستهدف حياتهم حتى داخل مخيم اليرموك. هناك بعض الضحايا سقطوا داخل مخيم اليرموك فقط لمحاولة الوصول إلى مكان من الممكن أن يحصلوا فيه على ربطة خبز أو على شربة ماء أو ما شابه ذلك. طيب بدي أرجع معك، أنت ذكرت في البداية بأنه تمنع المساعدات من الدخول، من يمنع المساعدات من الدخول؟
يعني من البديهي جدا، يعني هذا ربما لا أعتقد أنه يحتاج إلى فذلكات كثيرة جدا حتى نستطيع أن نقول بأنه الذي يمنع دخول المساعدات هو الذي يحاصر مخيم اليرموك بطبيعة الحال.